على إثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه حجم إهمال بعض الفرق الطبية لمرضى كوفيد-19 بمستشفى قسنطينة الجامعية، فيديو أثار موجة سخط لدى المواطنين الذين أبدوا تذمرهم بسبب الوضعية التي وصفوها بالكارثية. ثلاث أيام هما يقولوا لنا مريض ومريض سوبرسو، هو مش مريض، ما حبوا يحكموه لا على مرض تاع كورونا يا على المرض تاعو، علاه ما حبوش يحكموه ما نعرف. جبنا البارح يما ديجا عندها مريضه بلا طنسيو، قال عشرة ما عندها حتى حاجه، قعد معايا حكيت معايا ضحكت معايا ما عندها حتى حاجه، صليت العصر الظهر لقيتها قالوا لي الله اكبر. إدارة المستشفى هي الأخرى قدمت توضيحاتها حول القضية التي أثارت الجدل بعد فتحها تحقيقا معمقا أخذ بتوقيف مجموعة من الموظفين تحفظيا على ذمة التحقيق. كان فيه تسيب في مصلحة الكوفيد وكاين نقائص ما نقدوش حنا ننكروا نقولوا ما كانش نقائص، النقائص موجودة. قمنا باجتماع طارئ حتى للزوج أدوزور دو ماتان ومازلنا ما خلصناش التحقيق معمق فتحه السيد المدير العام. تضاربت الآراء وكثرت الروايات إلى أن التدخل العاجل للسلطات المعنية بات أمرا لا مفر منه.